عندنا فراخ مخلية أو ممكن تكون فراخ سليمة بس متقطعة قطع صغيرة، يعني الفرخ على 8. هنحتاج أنا النهاردة معايا كيلو من الأوراك المخلية من الجلد والعظم، هنحتاج باكت لسان عصفور، عندنا كمان حوالي ربع كيلو من المشروم متقطع شرايح، كوباية ونص من الفلفل، يعني ربع كيلو فلفل مشكل كده ما بين الأخضر والأحمر والأصفر، تمام، وبصلاية كبيرة مفرومة، هنحتاج معلقة صغيرة من الثوم المفروم، معلقتين كبار من الزبدة، وعندنا مرقة تكون مغلية أو سخنة، رشة سكر، نص معلقة صغيرة بقى بابريكا، وعندنا كمان ثوم باودر، بصل باودر، وقرفة رشة بسيطة، ورشة حبهان، وكمان ملح وفلفل أسود. دي مقاديرنا كده لوصفتنا النهاردة، وزي ما قلت لكم وصفة فيها عناصر غذائية كتير، ما بين الخضار، ما بين البروتين، وما بين كمان النشويات اللي موجودة في لسان العصفور. تعالوا نشوف بقى هنعمل الكلام ده ازاي. حاطين بقى ووك على النار كده علشان يسخن كويس قوي. بداية طبعا غسلت الفراخ غسلة كويسة جدا ونشفتها تماما تماما، اهم حاجة تنشفيها كويس عشان لما تحط لها اي تتبيلة على طول تمسك عليها ويبقى طعمها احلى، وما تجيبش كمان ميه كتير في الووك واحنا بنشوحها، وبالتالي تاخد تشويحه على طول. التشويحه السريعه دي بتقفل المسام بتاعه الفراخ، بتخلي الانسجه تحتفظ بالسوائل اللي فيها وتفضل معانا طريه. طيب تعالوا كده ندي تتبيله بسيطه خالص للفراخ. ادي رشه ملح ورشه فلفل وادعكهم كده مع بعض كويس عشان اوزع كده الملح والفلفل مع الفراخ بالشكل ده كده. الانسجه كلها بتتشرب من الملح والفلفل اللي احنا حطيناه. مش هنحط حاجه تاني دلوقتي، احنا دلوقتي بقى ايه هنبتدي نروح بقى على الووك اللي عندنا، نحط فيه حته زبده شويه زيت علشان نشوح مع بعض قطع الفراخ ايا كانت هي ايه. النهارده مستخدمين اوراك، تقدري تستخدمي مكعبات صدور، تقدري تستخدمي فرخه كامله متقطعه على 8 بحيث ان القطعه تبقى صغيره فتستوي معانا بسهوله. حطيت شويه زيت، هاخد الزبده وابتدي انزل بيها الوك. عندنا او الصينيه سخنه جدا وده المطلوب. هبتدي اخد قطع الفراخ بسم الله الرحمن الرحيم عشان اشوحها. كده حطينا الفراخ تتشوح كويس جدا. هحضر طبق كده علشان اخرج فيه الفراخ بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين بقى ندي تحميره كده لطيفه لقطع الفراخ واحس كده ان الانسجه كلها خلاص اتقفلت تمام التمام قبل ما ابتدي اشوف هعمل ايه تاني. هي او هو الوك اللي هنشتغل فيه هو اللي هنكمل فيه، لان طعم الفراخ والسوائل اللي بتنزل من الفراخ بتدي طعم حلو جدا للزبده والزيت اللي احنا حاطينهم. فهنكمل بعد كده بقيه الخطوات في نفس الوك، بس هحضر معاكم بايركس كده علشان هندخله الفرن. عايزه اقول لكم ان البايركس ده او الطاجن ده ينفع جدا لو عندي عزومه، هيبقى حلو قوي، هينفع جدا يبقى غدوه لينا في البيت كده، حاجه مختلفه، تغيير بقى عن المعتاد في الطعم والشكل والتقديم. فان شاء الله كده وصفه هتعجبكم جدا جدا. حمر بس الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، خلاص المسام بتاعتها كلها اتقفلت وبدات تاخد لون لطيف، وده اللي احنا عايزينه. احنا يا دوبك بس تبلنا الفراخ بتاعتنا ملح وفلفل، ما حطيناش اي حاجه، بقيه التوابل هتتحط بس مش دلوقتي. يبقى احنا تبلنا الفراخ ملح وفلفل بس،
وزي ما قلنا احنا مستخدمين اوراق مخليه النهارده، تقدري تستخدمي، في ناس ما تحبهاش تحب صدور مثلا، فتقدري تعملي مكعبات كده من الصدور الفراخ، او تعملي فرخه كامله تقطعيها 8 قطع بعظمها مفيش مشكله برده، وتشتغلي بنفس الطريقه. تعالوا بينا بقى نطلع قطع الفراخ يلا، ونبدا نحطها في طبق. ممكن نجيب الطبق الناحيه دي. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده الفراخ خدت لون حلو، تحميره لطيفه، ريحتها حلوه قوي، مع ان مش حاطين يا دوبك غير ملح وفلفل. تعالوا بينا بقى، عندي هنا بصل، بصلايه حلوه كده مفرومه، هبتدي انزلها. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نشوحها شويه مكان تحمير الفراخ. واحنا بنشوح البصلايه تعالوا ننزل كده بشويه البهارات اللي عندنا. عندنا بصل وتوم باودر، عندنا بابريكا، وعندنا كمان قرفه وحبهان. القرفه والحبهان بنحط منهم كميات صغيره، يعني دوبك رشات بسيطه كده. فتعالوا بينا ناخد يلا، ادي التوم وبابريكا، حط كمان بصل، رشه قرفه، ورشه حبهان، وما ننساش الفلفل الاسود. ونقلب البهارات علشان تتحمص وتطلع ريحتها الحلوه مع البصل اللي احنا بنشوحه. حتى اللون اختلف والريحه طالعه تحفه. بعد ما البصل يدبل ريحه البهارات تطلع، هبتدي اضيف معلقه الثوم اللي عندنا، حوالي 3 4 فصوص من الثوم كده، وابتدي اقلب. عندي كمان المشروم ورشه السكر، حط بقى رشه السكر الاول، يعني حوالي كده نص معلقه صغيره، لا نص معلقه صغيره بس من السكر. هبتدي احط دلوقتي المشروم، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. المشروم اتشوح والدنيا تمام، تعالوا بينا ننزل يلا بلسان العصفور ونكمل كده تقليب لسان العصفور مع المشروم والبصل والثوم والبهارات. هنا تقدري تحطي لسان العصفور ني زي ما هو، او متحمر زي ما انت عايزه، او متحمص في الفرن زي ما انت حابه. احنا هنحطه النهارده ني زي ما هو كده، من غير تحمير من غير تحميص، وهنديله بس تقليبه كده مع المشروم والبصل والثوم. وتعالوا كده وهو بيتشوح على النار نقول مع بعض كده ازاي اقدر ان انا انضف المشروم الفريش لما اجيبه كده، انضفه ازاي؟ بنلاقي عليه حاجات كده سودة، فمبقاش عارفه اشيلها ازاي، هل اغسله ولا احطه زي ما هو، ولا اعمل ايه؟ هو ممكن يتغسل، بس يتغسل بميه جاريه وفي ايديا ما نقعهوش، لان المشروم عامل زي الاسفنج بالظبط، هتحطيه في ميه وتنقعيه والكلام ده كله، فهتلاقيه عمال يشرب ويمتص في الميه، وبالتالي لما تيجي تحطيه في الوصفه تلاقي الوصفه كلها بقت مميه ميه. طيب نعمل ايه؟ يا اما يتغسل بميه جاريه واحده بواحده بسرعه 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 ويتنشف وبعدين يتقطع، او ان انا اجيب فوطه نظيفه بتاعه المطبخ بعصرها ببلها واعصرها، ابتدي امسح كل واحده مشروم مسحه كده، خلاص بتبقى زي الفل ونقطع بعد كده. خلاص يبقى دول الطريقتين اللي نقدر نغسل بيهم او ننظف بيهم المشروم. زي ما انتم شايفين كده انا بشوح دلوقتي لسان العصفور مع المشروم، وريحه الخلطه تحفه. طيب انا النهارده استخدمت فراخ مخليه، يعني ما بتاخدش وقت اصلا في التسويه، مجرد ان انا بحطها غلوتين ثلاثه بتبقى استوت، خاصه ان هي واخده كمان تحميره. طب انا لو عندي فرخه بقى 8 قطع وعايزه اشتغل بنفس اعمل نفس الوصفه بالظبط وكده، اعمل ايه؟ هحطها بعد ما اديها تشويحه كده، هحطها في حاجه لوحدها مع شويه ميه صغيرين خالص، واغطي عليها 10 دقائق ولا ربع ساعه عشان تدخل في التسويه، وبعدين ابتدي احطها مع باقي الوصفه زي ما هنعمل دلوقتي. تمام، ده لو فراخ بعضمها علشان تستوي بسرعه وتاخد نفس وقت تسويه لسان العصفور. تمام، بصوا بدا لسان العصفور اهو يتشوح معانا ويتحمر كمان. التشويحه دي مهمه علشان لسان العصفور ما يعجنش معانا.
تعالوا واحنا بنشوح بقى نبتدي نحط الملح. احنا حاطين البهارات كلها، هبتدي احط الملح واعمل حسابي ان انا كنت مديه للفراخ شويه ملح. ونقلب كده. خلاص لسان العصفور بدا يفلفل معانا كده ويتشوح كويس، وده اللي احنا عايزينه. مجهزين بقى الفلفل، وزي ما قلت لكم معانا فلفل احمر واخضر واصفر. تمام. ممكن نحط ايه تاني من الخضار في الوصفه دي؟ نقدر نحط كوسه، لو احنا بنحب الكوسه ممكن نقطع كده كوسه مربعات ونحطها. نقدر نحط جزر، نقدر نحط بسله، نقدر نحط ايه تاني؟ نقدر نحط بطاطس. فليكم مطلق الحريه بقى، عايزين تزودوا خضار اكتر، عايزين تشيلوا حاجه تحطوا حاجه، براحتكم جدا. انا النهارده استكفيت بالمشروم مع الفلفل الالوان. ونقلب. حلو قوي ما شاء الله كده، الدنيا تمام جدا. يا دوبك بقى ننزل على طول بالفلفل الالوان اللي معانا. ونكمل تشويح. مش محتاجين بقى نشوح الفلفل كتير. تمام. تقليبة والتانية، وتعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. عندي دي الفراخ اللي احنا شوحناها مع بعض، وعندي كمان الشوربة المغلية، ولازم تكون سخنة جدا علشان ما تعجنش معايا لسان العصفور. وادي لسان العصفور اللي خلاص بقى متشوح وريحته هايلة، واخد بهاراته واخد كل الحاجة بتاعته. تمام. وجاهز بقى ان احنا نفضيه في الطاجن بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده. اساوي بقى الطاجن. الريحة تحفة. والالوان خطيرة. شايفين؟ ولا احلى من كده ولا اسهل من كده والله. ناخد بقى قطع الفراخ بتاعتنا ونرصها فوق لسان العصفور بالشكل ده. السوائل اللي نزلت من الفراخ ما بتترميش، ابتدي احطها بالشكل ده. كوبايتين لسان عصفور ياخدوا قد ايه من الشوربه؟ ياخدوا حوالي 3 كوبايات من الشوربه. دول كده كوبايتين، وهزود كوبايه ميه كمان. كوبايه ميه مغليه كمان. هحضر بقى ورقه الومنيوم عشان نغطي بيها، وعلى الفرن على طول على اعلى درجه حراره، وعلى الارضيه بتاعه الفرن محتاجه ان لسان العصفور يغلي اوام اوام، يغلي مجرد 10 دقائق. تمام. وبعد كده ببتدي ارفعه على الشبكه وهدي النار كمان 20 دقيقه، وبكون كده خلاص جاهز معايا الطاجن، يطلع على السفره جاهز للاكل. اهم حاجه نغطي كويس عشان يستوي كويس، والطاجن بتاعنا يحتفظ كده بالبخار. هظبط الدنيا واطلع الشبكه شويه فوق عشان اعرف ادخل الطاجن تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزين نطول على الارضيه، يعني بالكتير 10 دقائق على البال بس ما يغلي، وبعدين ارفعه على الشبكه. خلصنا. في اسهل من كده ولا اسهل ولا احلى من كده؟ مش تقفي كتير في المطبخ والنتيجه بجد تحفه جدا جدا. يلا تعالوا بقى نشوف الطاجن بتاعنا الحلو ده. بسم الله. الريحه لوحدها بجد تحفه، ما شاء الله ما شاء الله يجنن. عايز تحمري الوش مفيش مشكله خالص انك انت تحطيه تحت الشوايه، بس احنا كنا محمرين الفراخ تحميره كويسه، وشوحنا لسان العصفور تشويحه كويسه، فالدنيا تماما. عندي هنا في اي كزبره خضراء. عايزه اوريكم بس لسان العصفور، بصوا بقى الجمال. تعالوا معايا كده، بصوا مفلفل، شايفين؟
بصوا والمشروم ايه الجمال ده، شايفين مستوي مش معجن، في لمعه حلوه كده، والاهم من كده الريحه والطعم بجد حكايه ما شاء الله. رشه كده بقى من الكزبره الخضراء وبألف هنا وشفاء، ريحته جرت رقنا بجد وهمي. هتدخلوا لي كزبره؟